حسيدنا. على قلبك يا ابني بال. ايه يا رند الأمورة، حكالك الرفيع عن الشغل؟ لا والله، بس قال لي انه الشغلة كتير كبيرة، ممكن يكون فيها قطع رقبة. لك لا يا ابني بال، المرة الجاي ما تخوفني اياها. ولك يا رند الأمورة مو اي حدا تاني، عم نحطها بالجو بس مو اكتر. ايه يا حلو، شو قلتي لي بشتغل ابوكي؟ بابا موظف. وين موظف؟ بمقسم هاتف. والوالدة؟ ماما ست بيت. شو بتتوقع يكون الشغل؟ والله ما ضل شيء وما خطر على بالي. يعني مثلا؟ يعني كتير شغلات. يعني كتير بعرف، بس مثلا؟ تهريب، تزوير، هيك شغلات. طب ليش ما خطر على بالك شيء قانوني؟ بصراحة لو انه شيء قانوني ونظيف ما كان بده كل هالتمهيد والسرية. بعدين بتعرف مع مين عم تتعامل. عفوا سيدنا، عم بحكي عن حالي، ما عم بحكي عن حدا تاني لا سمح الله. هي رندا، رح قلك بانه كل اللي بذهنك مجرد وهم بوهم، وانا ما رح شغلك شيء مو قانوني ابدا. إلا كان ليش كل هالسريه؟ وليش ابو نباس صور لي المساله وكاني انا بكره رح فوت على السجن؟ لانه ما بيعرف شيء عن الموضوع ابدا. الموضوع كثير بسيط، وبلي بصبيه كثير حلوه مثلك. تفضل. ورح نتفق انا وانت بدون ما يكون عندك اي اعتراض. خلال فتره قصيره، ثلاث زيارات أو أكثر شوي، رح تاخذي 5 مليون ليرة. شو رأيك؟ بعتقد مبلغ ما بتحلمي فيه بعشر سنوات شغل بعد ما تتخرجي من الجامعة، مو هيك؟ أكيد، ولا حتى بعشرين سنة. شافي قديش أنا كريم وحباب ولطيف؟ رح تكوني عرافة غيب. نعم؟ رح تبلشي من بكرة تحكي لأهلك ولزملائك وأصدقائك بالجامعة على أنه في أشياء عم بتشوفيها من شهور عم بتصير حرفياً، وبدياكي هيك تنشر مجموعة قصص وحكاية على أنه أنت في عندك شكل من أشكال قراءة المستقبل أو شيء من هذا النوع. إيه؟ بس وين الشغل؟ بقصد انه هذا هو الشغل. لا تطلعي في كثير، هي المرحلة الأولى بشغلنا، وبتصوري تنفيذها بسيط وسهل كثير، بعديها بننتقل للثانية. ايه، وامتى بننتقل للمرحلة الثانية؟ أنا بخبرك، وما في داعي تتعبي حالك بالتفكير والانتظار، ولحتى ترتاحي فيك تعتبري حالك بأنه بلشت الشغل، والمهمة اللي كلفتك فيها هي الخطوة الأولى بس. سيدنا شو هالقصة هي؟ يعني هذا المؤاخذة أنا تحرصت. شو أبو نبال؟ بدك تتعلم شغل جديدة؟ نحن دائماً بنتعلم منكم. بس ما حدا بياخذ البكالوريا بيوم يا أبو نبال، ولا أنا غلطة؟ ما بطيقه، شايف حاله مو مصدق. لا مفكر حاله كثير جنتل، بيرمش بعيونه لأي طالب بيتطلع. أنا أكثر شيء بيزعجني فيه إنه بيتظارف وهو غليظ، غليظ. لا وزنخ كمان. لا تقولوا زنخ، قولوا سردين. سردين. شباب، أنا في كثير شغلات غريبة عم تصير معي، وما عم لاقي لها تفسير أبداً. عم تضايقي؟ هلا إني من سيرته. في شيء أهم لازم تعرفه؟ خير إن شاء الله. مناماتي يا شباب، مناماتي عم تخوفني. رندا شو القصة؟ صار لي أكثر من شهرين كل ما بشوف منام بتحقق. مثل ما عم قلكم، والأحلى وقت اللي بتسأليني على الشيء بحس حالي كأني شايفته،
وكأنه بعرف شو بده يصير. شو هالسحبة هاي؟ هاي مانا سحبة، هاد شي تعبني من جوا وماني عارفانة شو بدي أعمل. قليلي شو عم يصير معك بالضبط. اسمعوا لكم شو صار معي مبارح. وأنا جاية على الجامعة قمت شفت جارنا، صبحت عليه ومشيت، قمت التفت ما بعرف شو اللي خطر لي. قلت له عمو إن شاء الله ألف مبروك. قال لي على شو؟ قلت له ما هينوك رئيس قسم. قام صار يضحك علي، قال لك عمو أنا وجهي وجه رئيس قسم. ومشينا. عم شو صار يا حزركم المساء؟ شو؟ إجا لعنا وزارنا وضحكته ملات وشه، طلعوا فعلا معينينه رئيس قسم. معقول؟ إيه لا مثل ما عم قلكم، وجاي وجايب لي البشارة معه. شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك، وهي مو المرة الأولى ولا حتى العاشرة، وأنا كتير تعبانة من القصة، عن جد كتير تعبانة. معلش طولي بالك، بتصير بأرقى العائلات. طيب ليش تعبانة؟ كتير منيح. يا الله يا نهى، الغيب كتير بتعب. بس كتير حلو إنه الواحد يعرف شو بده يصير معه. ما هي هون المصيبة، إنه أنا ما بشوف لحالي، بشوف للناس بس. طيب رندا، إذا بسألك شو بده يصير معي فيكي تعرفي؟ هلا هيك ما جربت، بس ممكن. عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد عم تحكي. معناها إذا هيك عرفينا الدكتور محمود الزنخ شو بده يجيب أسئلة، يخلونا نطالع هالمادة بقى. عن جد ما بخاف الله هالدكتور، العمر شو لئيم. لك ما بينجح عنده إلا كل طويل عمر. شو رندا؟ إيه حاولي. هلا أنا ما بحسن بعرف كل شيء، بس بحاول. تفضلوا، بلشت تنسحب. لك أنا ماني عم انسحب، بس أنا يا شباب ماني علامة غيب. أنا القصص بتمرق لحالها قدامي هيك، شيء بيشبه الصوت، إشارات، صور، ما بعرف. تاني يوم تتحقق، يعني مثل ما بيقولوا الكبار بتنفدى. معناها إن شاء الله تمرق قدامك بشي إشارة أسئلة الدكتور محمود الزنخ، خلينا نستفيد منك بشي شغلة. إن شاء الله. هلأ شيلنا من الأسئلة تبعك رندا، فيكي تعرفي إذا بنجح السنة ولا لا؟ هلأ أنا هيك ما جربت، بس بلكي القصة بدها تمرين. خلص حأتمرن وحاول. إيه إيه حبابي تمرني، الله يوفقك أمانة. بتعرفوا شغلة؟ أنا كتير ارتحت لأني حكيت لكم. يا سيدي صدق اللي قال، إنه البنات بنص عقل. هلا هلا يا سيدنا. نورت الفيلا، كيفك؟ منيحة. إيه الحمد لله. تحي. شو؟ شايفك حليان عن هذيك المرة. تفضلي أنسي. شربي؟ هذا معمول من فاكهة أفريقية اسمها فاكهة الحياة، ما لم موجود هون بالبلد أبدا، يعني ما راح تفهمي لحتى تدوقي يا رندا. بالمناسبة أنت بتعرف شو معنى اسمك؟ لا والله ما خطر لي. طيب شو نوع البرفان اللي بتفضلي تستعمليه؟ لابيدوس. لابيدوس؟ لك هذا مو لعمرك يا بنت، هذا للختيارية. مو مهم، الرند هو شجرة عطرية سورية فينيقية، وكانت بترمز للنصر عند أجدادنا السوريين القدامى. لحظة لألك. الله شو حلوة هاي ريحة اسمك، حبيتيها؟ هنجد كتير حلوة. لك انت احلى. صابر بورسي، جهزونا غدا لشخصين. دوم لمي، بس انا اكله والله بعرف، بس ممكن الاكل اكل بعدين. أنا عم بدعيك تتغدي معي، بتخجليني؟ لا مو قصدي. بعرف مو قصدك. بس سألتك
لأني بحب شوف الخجل اللي بعيونك. إيه شوف شو هو الموضوع ضروري كتير وما بيتأجل. حضرتك مو قلت لي بلش انشر الخبر بالجامعة؟ صح. طيب اليوم وقت اللي بلشت بالقصة فوتوني بستمية حيط، واحد بيعني أعرف له أسئلة الامتحانات، والتاني بيعني أعرف له إذا حبيبته بتحبه ولا لا، أحلى الشيء الثالثة بيعني أعرف له من سرق له سلسلة الذهب. عادل أنت عادي. طيب كيف بدهم يصدقوني؟ وقت بتقولي لهم اللي راح يصير فعلا. كيف هي بقى؟ راح أقول لك. راح نجيب لك أسئلة الامتحانات ورح نخلي كل طلاب الكلية يحكوا فيكي، ساعتها رح تكوني نقطة علام بالجامعة كلها. وباقي المواضيع؟ بتقولي ما حسن تشوف أو بجاوبي بشكل عام، ونحن رح نظبط لك كم ملف بنعرفهم منيح، ووقت بتنسألي عنهم بتجاوبي الحقيقة. طيب سيدنا، وأنا لوين بدي أوصل؟ مو هلا، بس تخلص المرحلة الأولى وننتقل للثانية، مو هيك اتفقنا؟ طبعا. يلا شرفي على الأكل.